قرية البحرين الدولية للقدرة شهدت إقامة بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة على مدى يومين الجمعة والسبت عبر سلسلة من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وسباق الأنجال. القرية تحولت إلى خلية نحل من خلال تواجد عدد كبير من الفرسان والاسطبلات خلال الفحص البيطري اللي شهد تنظيم مميز من كافة اللجان واللي بدورها عملت على تسهيل عملية الفحص للجياد وترقيمها. اليوم الأول من البطولة شهد مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد فريق فيكتوريوس مع أنجال سموه الكرام في سباق الأنجال للقدرة واللي يقيم ضمن بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة. سباق الأنجال أقيم لمسافة 60 كيلومتر على مرحلتين. خلال هذه المراحل حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيه الأنجال ونقل خبراته لهم لمواصلة التقدم والنمو في عالم رياضة القدرة. وبعد نهاية السباق قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم أنجال سموه الكرام بمناسبة إنهاء السباق بنجاح. اليوم الثاني كان هو المرتقب للإسطبلات الخاصة اللي كانت على موعد مع منافسات كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر. السباق شهد مشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات وهذه اللي انعكس من خلال الصورة الواضحة لعدد الجياد اللي كانت حاضرة في انطلاقة السباق. المرحلة الأولى طغى عليها الحماس الشديد من الفرسان حيث شهدت سرعة كبيرة من البعض في حين أن البعض الآخر حاول يحافظ على هدوءه وخطته وأنه ما ينجر وراء سرعة السباق. لا سرعة يا مشون 28-27 يمكن مشون سرعة ما فإحنا ما لحقناهم تمينا على خطاتنا إحنا نبي على ممشى خيلنا ما لحقناهم. الحماس المبالغ فيه من بعض الفرسان كانت له ضريبة عودة حيث أن مع وصول الجياد للفحص البيطري تم استبعاد 11 جواد وأغلبها كان بسبب العرج.
الاستبعادات الأولية في اللوب الأول كانت معظمها يعني عرج، بعدين بدأت الضغط يزيد والمنافس يزيد، فتحولت من عرج للي هي استبعادات الميتابوليك، فالحماس خذ الشباب، فالاستعداد كان يعني كان واضح أن الخيل مستعدة والفرسان مستعدين، بس جو المنافسة كان جدا يعني جدا عالي، فلذلك يعني كان الضغط النفسي والضغط حتى الجسدي على الخيل والفرسان كل ما لا يزيد. مثل ما انتم عارفين السباق اليوم سباق كبير كاس سمو الشيخ خالد بن حمد، وبالتالي المشاركين داشين بقوة، وعلشان كذي في البداية في يعني اللوب الأول صار في هناك استبعادات تقريبا 11 راس اللي تم استبعادهم، معظمهم كانوا نتيجة الضلع، وهذا ناتج عن السرعة الشديدة اللي طلعوا فيها الفرسان، كلهم يأملون في طبعا الجوائز، علشان كذي هم مشاركين ومشاركين بقوة، وكانت عندهم استعدادات من فترة طويلة يستعدون إلى هذا السباق، بس يعني الموضوع كان يحتاج إلى شوية ترتيب. أنت داش في إنديورنس يعني ماراثون، فلازم أنت توزع جهدك وجهد الحصان وجهد الفارس والتيم والكرو كامل على طول السباق. ومجريات السباق يعني كان من بداية السباق يعني كان يمشون بيس، فإحنا في الانطلاقة شوية تعطلنا، الفرس ما انطلقت ويا الخيل، الخيل انطلقوا تقريبا 3 دقائق 4 دقائق الفرس لين شير البت في حلجها، فعقب نزل الرايدر ركب وعقب انطلقت. المرحلة الثانية اللي امتدت فيها المسافة إلى 30 كيلومتر كان فيها التريث واضح من الجميع، فبعد العدد الكبير من الاستبعادات للجياد كان لابد أن الصبلات الخاصة تحط الخطط المناسبة للتنافس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد. المرحلة شهدت حضور وتواجد ومتابعة منذ اللحظات الأولى من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، اللي حرص على أن يكون قريب من الفرسان بجانب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، ومتابعة جميع المشاركين عن قرب حتى خلال مرحلة التبريد والفحص البيطري. ومع نهاية المرحلة الثانية خلوني أخذكم في تحليل سريع نتعرف خلاله كيف كانت المنافسة في أول مرحلتين من السباق. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام المرحلة الثانية من السباق، ممكن بدأت الخيل توصل إلى مرحلة التبريد ومن ثم إلى مرحلة الفحص البيطري. راح نتعرف أكثر على أول مرحلتين ايش صار فيها مع زميلنا عايض. نمس عليك أو نصبح عليك بالخير، الساعة 10 يمكن لي حين بدري. خلصنا مرحلتين، خلنا نسولف عن المرحلتين، خلنا نأخذ المرحلة الأولى شلون شفتها. أول شيء صباح الخير، نصبح عليك وعلى الأخوان جميع في تلفزيون البحرين. طبعا المرحلتين، المرحلة الأولية نقدر نقول إن كانت شوي في يعني حماس حفوز احنا نسميه، بطولة سمو الشيخ خالد طبعا عزيزة على الكل وجوائزها غالية طبعا على الكل، وأيضا الاسطبلات الخاصة يعني دائما ما تكون هي رقم واحد في أجنداتهم أو في الرزنام اللي يضعونها. اليوم شفنا يعني كثر الحفوز عطانا وايد بلنتيات نفس ما نقول، وكان في وايد استبعادات أيضا في تقريبا 10 روس يعني إلى 12 راس، فيعني المرحلة الثانية شوي خافوا الأخوان يعني المدربين ويا الفرسان يحاولون المحافظة على خيلهم، أما المرحلة الأولية كانت جدا سريعة يعني استغلوا أو كانوا يودهم أن يستغلون الجو، لأنه يعني نوعا ما بيصير حار شوي في المراحل اللي جاية، فالجميع كان يعني وده يستفيد، لكن هذه بعد لها ضريبة نفس ما نقول اللي هي الاستبعاد. يمكن خلصنا المرحلة الثانية قبل شوي، قاعدة الخيل توصل أغلبها مع نهاية هذه المرحلة.
من بعد استبعاد يمكن 10 روس في المرحله الاولى، هل في استبعادات في المرحله الثانيه شفتها؟ والله المرحله الثانيه ما شفنا استبعادات، لان ناس ما قلت لك هدت الخيل وحاولوا انه يعني يحافظون على خيلهم، وهذا اللي مفروض يكون يعني موجود اليوم طبعا لاخر مرحله، لان في النهايه انت بتروح على امكانيات خيلك، فاذا امكانياته ما تسمح لنا مثلا يقيد السباق او يكون من الكوكبه الاوليه للمجموعه اللي كانت في البدايه، المهم ان انت لازم تهدي وتستفيد من الاخطاء اللي تصير قدام. اذا بنتكلم عن المرحله الثالثه حاليا، من عندنا في صداره السباق الحين؟ طبعا الصافينات، فتبدلت الناس ما نقول المراكز، لان كانوا الاجيال في المرحله الاوليه ومن بعدهم الاسطبلات الخاصه اللي موجوده، الحين صارت الصافينات اول واحد يطلع طبعا 10:05:49 يعني قلت ست دقائق. اي باقي لنا احنا ما باقي لنا شيء، هي فتره الراحه يعني حق الخيل، من بعدها بنشوف المرحله الثالثه وهي الاهم، هذه اللي فيها فكه السابحه نفس ما نسميها احنا. احنا مشاهدينا كده راح نتابع معاكم باقي المراحل مع انطلاق المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بدأت خلالها درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملاحظ، هذا العامل اللي شكل قلق على الاسطبلات بحيث تحافظ على صحة الجيار من الارهاق، فكان هناك تفاوت كبير في السرعات بين الفرسان في هذه المرحلة. وبعد نجاح الفرسان في اجتياز الفحص البيطري، كان لابد أن تكون الاسطبلات عدت العدة بشكل صحيح للفوز بكأس خالد بن حمد للاسطبلات الخاصة. الشوط النهائي أو اللوب الأخير هو اللوب اللي فيه التكتيك إلى المدرب وإلى الفارس، فيفترض الحين خصوصاً لما نعرف أن الفرق بين الفرسان فرق بسيط، ممكن المتصدر عنده شوية وقت في حدود 4 دقائق، إلا أن الباقين الفرق بينهم ثواني، وبالتالي هني يطلع أهمية المدرب، هني يطلع المدرب اللي فاهم بالضبط وش قاعد يسوي وشلون يخطط إلى الكيلومترات الأخيرة على أساس أنه يطلق الحصان، على أساس أنه يوصل منطقة الفحص البيطري ويكون الحصان فت ويفوز ان شاء الله. اليوم احنا طبعا مشاركين في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة، سباق الاهالي 120، سباق قوي، منافسة قوية، وانا شاركت بعد في الاردن في وادي رم سباق تابع للاف اي اي 100 كيلو و120، وطبعا هو الاختلافات طبيعة المكان، يعني وادي رم تعرف اللي هو منطقة جبلية وصحراء، وعدد الخيول المشاركة بعد كانت وايد وكانت منافسة قوية. طبعا الترتيبات عندنا في مملكة البحرين اللهم لك الحمد يعني جدا جيدة، وحضور الأطباء يعني حضور كثيف، وهم بعد التوجه الإعلامي لهذه المسابقة يعني لا نحسد عليه اللهم لك الحمد. الفارسة شهد وليد انطلقت بفارق مريح عن باقي الفرسان في آخر مرحلة من مراحل السباق، هذا الفارق جعل من فارسة اسطبل الأجيال أن تواصل في مقدمة السباق دون أي مضايقات. ومثل ما بدأت الفارسة شهد الانطلاق في المرحلة وحيدة، أنهت السباق بفارق 6 دقائق عن أقرب الملاحقين فارس اسطبل الصافينات راشد العباد اللي حل في المركز الثاني، في المقابل كان المركز الثالث من نصيب اسطبل RM ناصر القحطاني. وبعد نهاية السباق توج سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حازت الفارسة شهد وليد من اسطبل الأجيال على المركز الأول.
وفاز بالمركز الثاني الفارس راشد العباد من اسطبل الصافنات، وحل الفارس ناصر القحطاني من اسطبل ار ام في المركز الثالث. طبعا كل المراحل كانت صعبة، من أول مرحلة لآخر مرحلة، يمكن في المرحلة الأخيرة شوي زدنا البيس، بس الحمد لله قدرنا إن احنا نحقق المركز الأول. وحابة أشكر المدرب أحمد جناحي ومحمد جناحي والحارث كلهم على هالفرصة اللي قدرت إن أنا أحقق فيها المركز الأول. اي والله لازم نكون متحمسين على السباق، يعني مثل ما قلت الكاس الاهالي الاسطبلات الخاصه والشباب ما قصروا، والمدرب محمد الانصاري والفارس ناصر وطاقم اسطبلات ار ام الكرو، يعني الصراحه اليوم هم اللي جابوا الفوز. بارك لكم على الانتصار. ببتدي معاكم واحد واحد. يمكن سباق صعب بيس عالي في البدايه، ولكن النهايه كانت هي الاصعب، اللي يمكن كان اجهزه واللي ممكن وصل الى خط النهايه وقدر اليوم يصعد على البوديوم. اي نعم، البطل هو اللي يفرض نفسه في اخر شيء. كلمنا عن شعوركم من بعد المركز اللي حققته. والله الحمد لله، واحنا نقول على المركز الثالث الحمد لله. على كل حال طموحنا كان المركز الاول، لكن الحمد لله على المركز الثالث، ولكن شعور ما ينوصف. تعب اللي تعبناه ما راح بلاش، شباب اللي تعبوا معانا بعد هاي فوزهم وفوزنا. اكيد خلينا ناخذ الشعور مع ممكن البطل. خلينا نتكلم عن شعورك وصولك لخط النهايه. سباق متعب، ممكن شفنا حراره الجو في اخر مرحله اثرت كثير على الخيل. اي والله وايد اثرت على الخيل، وشفت انت على انطلاقنا احنا سابع وثامن، شفت ما خلصنا الفارق ولحقنا، بس مرحله صعبه والله. طبعا انا اليوم وايد استمتعت، شفت سير البطوله شلون ونجاح الفارسين والفارسات في هاي البطولة. طبعا أشكر جميع القائمين على إنجاح هذه البطولة، هي بطولة سمو الشيخ خالد القدرة، من إداريين من منظمين من حكام والمشاركين. أقول ألف مبروك للي فازوا، وحظ أوفر للباقي، وإن شاء الله نصيبهم الفوز في البطولات القادمة. وعلى هامش السباق نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل حالة جواد برعاية قائد فريق الفرسان سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، حيث حصلت الفارسة شهد وليد على لقب المسابقة من اسطبل الأجيال مع الجواد بجوكس. بين فرحة الانتصار وترتيب الأوراق، هذه هي الصورة اللي تكونت في قرية البحرين الدولية للقدرة. وبدورنا لابد أن نهني الفائزين ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ونقول حق اللي محالفهم التوفيق، احنا بانتظاركم في السباقات الجاية ونترقب مستويات أفضل.